في مكة. في مكة طبعا، جزء في مكة وبعدين جزء الثاني شوية أبعد في المدينة. نعم. كملت يعني تقريبا، ما وصلت للأخير. بعدين حدث عندنا أمطار غزيرة في سنة 1941 ميلادي. وفي الحقيقة ما كنا إحنا نتصور أن طول المدة أسبوع كامل أو أكثر ليل ونهار أمطار. وناس طبعا كانوا يصبرون. بروح جنجيت براي منيق شموه ألي الأواتي كمبون لباي لباي نلو بندان سنكم كنا لوك جيو بكل منيق تربان كي توت بي لوك كمبون هالتك كنون كملون بي دا لوك دا طواف هاي مين جمنون تك بلين خلان نو كأبا كنون چنام ويبون برابون روي ساي سموي كال بي جيو بات سبي چنامون يونغ تام كا جوب ساي نلو كي حاتم بو عرب بان ايدنكا روب توت ربو لوك ألي الأواتي نو كنون تك دا مين كمبوه جيان موي مات كنلا نو بي موك مقام إبراهيم روم جي موي بان برور بان لوك نن مد بيات لوك انكوي كباية تفيا كأبا نو كان كراوي كو رملك پونغ دي تا لوك ألي الأواتي بان تو طول مورنا بيب كال بي چنام بي بان دبرام نو كنون كيش سمبيه موي جي موي ترطو كوي وين نو چنام بي بان دبي لوك ألي الأواتي بان ايدن تا لوك مين ايو دا بي چنام لوك كمبوه رين سو نو تي كرن مكا مين تنعي موي نو مين بلين تلا جان كلان بين موسى بدا تمدون لوك ألي الأواتي لوك لان نكنون كيش سمبينو تا كنيوم جيسا رين نو تي كرون مكا بينو تي كرون دو بوريسات مين بلين تلا جان كم حق أهر يابي جيت موسى بدا تيان تنعي تيان جوب بندال او مين تك جمنون جن لك كروب نايت ناي تي كرون دو بوريسات ني كنيوم بان كي منو ين جن نك سات تي چران تر بان جن لك هاي بتيه نن هان لوك تم نين مو جمنون كو تر بان لك پون داي نكنون كيش سمبينو پون داي لوك من جات ថានៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃភ្លៀងលោកសម្រេចចិត្តទៅវិហារអ៊ីស្លាមដបរិសុទ្ធអាល់ហារ៉មនេះជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់លោកនិងមិត្តភក្តិពីរនាក់ទៀតរបស់លោកដើម្បីមើលថាតើមានអ្វីកើតឡើងអំបយូស៊ុហ្វអាលីអ៊ល់អាវ៉ាឌី احنا عندك الان في البحرين جئنا لكي نستوثق ونسأل من ان الناس تطوف حول البيت العتيق الكعبه سباح مشي على الاقدام وانت طفت حول الكعبه سباحه وهذه صورتك ما حكاية هذه الصورة ومتى اكتشفتها؟ الله يطول عمرك فضيلة الشيخ، أنا كنت أدرس هناك في مكة. في مكة طبعا، جزء في مكة وبعدين جزء الثاني شوية أبعد في المدينة. نعم. كملت يعني تقريبي، ما وصلت للأخير. بعدين حدث عندنا أمطار غزيرة في سنة 1941 ميلادي. وفي الحقيقة ما كنا إحنا نتصور أن طول المدة أسبوع كامل أو أكثر ليل ونهار أمطار. وناس طبعا كانوا يصبرون البركة، ما كنا ندري أن يصير سيل بهالقوة، كان يجرف حيوانات، بني آدم، سيارات. وأنا شفت بعيني سيارة زرقاء شايل السيل وأشياء أخرى كثيرة. وفي مكة حضرتك تعرف هذا الشيخ أنه ما يسكرون البيبان إلا في قماش لأن أمن، وهذا صار سبب أن المياه السيل كان يجرف هذا الأشياء كله ويفرغ الدكاكين من التمور ومن أشياء أخرى. وبعدين الناس مستغربين أن كيف كانتين يعني مدة ما متواصل في رعد وبرق، وفي كثير من الناس كانوا خايفين أن السقف ينزل عليهم أو خرير من السقف. والله سبحانه وتعالى هذا كاتب. طيب بس السباحة هذه صار هذا قبل ما دخوله في الحرم. بعدين إحنا يوم الأخير إحنا رايحين البيت، واحد قال لنا الحرم المكي ملآن موية زي البركة، كيف يصير؟ قال لأن السيل زاد هذا الأيام مستوى إلى 5-6 فوت، وفوت أو فوتين فوق باب الكعبة، باب الحرم، ودخل مية واتملأ كاملا زي طاسة. احنا قلنا خلينا نروح نشوف. في معنا أستاذ واحد معنا اسمه عبد الرؤوف من تونس اللي يدرسنا، وبعدين وقفنا هناك نتفرج. وفي 2-3 اللي كنا نعرف السباحة، وأنا كنت أعرف السباحة جيد. قال البحرينيين سباح. اي نعم، البحر بحرين عندنا مثل البحر. وبعدين قلت يلا خلينا ننزل. قال بملابس؟ قلت طبعا بملابس، نخلي الشنطه واحنا ننزل ونعمل طواف
بالسباحة. ما صدقوا. قالوا كيف؟ قلت له ما تقدر. قال لا هذا 17. قلت يا أخي السباحة بسيطة ما نمشي بسرعة نقدر نسوي. وفعلا 2-3 نجحنا والباقي ما قدروا يكملوا. وفي ناس كثير جاءوا يتجمعوا يتفرجون علينا أن كيف هذا في سباحة في مكة وفي الحرم ويسوون طواف. طواف السباحة. طواف السباحة. مجموعة طلبة. إحنا 4. أخويا حنيف وأنا وهاشم البار وواحد اسمه محمد الطيب. هذا محمد من طيب. إفريقيا. محمد طيب من إفريقيا. من تمبوكتو. وهاشم البار. هاشم البار من مكة. وأسلم من اليمن من عدن. أسلم من عائلة البار. ومحمد علي دكتور في موجود معروف في مشهور. إيه هذا من ولد عمه. طيب طفتوا أنتوا الأربعة؟ طفنا إحنا. لا كلهم ما طفوا. اثنين اللي طفنا كاملا والباقي ما قدر يطفوا. وبعدين قلنا نبغى نكمل دول. شرطي من بعيد قال كفاية ما في أحد يلف حول الكعبة. أنا كلفوني يعني وأنا كنت مستعد أروح أتكلم معه أقول له خلي هذا يكملوه زي ما إحنا كملناه لأن هذا تاريخ. إحنا أعمارنا بين 12 و14 تقريبا. آه شباب صغار. إيه نعم. وهذا ما يتكرر. حتى ذاك الأيام كنت أنا أقول. قال لا ممنوع. ليش عمي ممنوع؟ قال لأن مرتين ثلاثة سرق حجر الأسود ما نريد. أنا مسؤول عنه. إذا أنت رحت وواحد لعب فيه أخذ قطعة للبركة أو شيء أنا إيش أسوي؟ يعني من يتأثر بالماء ويذوب. بالماء ويذوب. ذاك الأيام ما كان في فضة وما كان في ترتيب أن ما حد يقدر يأخذه. نعم. كان يمكن سميت أو 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 يعني أو كذا. طين. إيه نعم. نعم. قلت إن شاء الله. بعدين إحنا وقفنا اللي كملنا طبعاً كملنا. وبعدين الاثنين الباقي كانوا زعلانين فعلاً. قال ما يخلنا شرطي خلي. قلت تعرفهم؟ اي اعرفهم. واحد اسمه محمد الطيب. ايوه. وواحد اسمه علي ثابت. واحد هاشم البار. اي هاشم البار عرفنا. اي هاي طيب. خلوة حنيف 4 انا 5. وذلك الطيب والثاني سعوديون ولا لا؟ كلهم من برا ما في سعودي معنا لان اظن سعوديين غالبا ما يقدروا يصبحوا ما في عندهم. الا اهل جده. اهل مكه. اهل جده موجود لكن اهل مكه ما اظن يعني تعلموا السباحة. ما កះឡែនផ្ដោតជូននៅទីតាំងដីលោនិងលំនៅឋានដែលនៅជាប់ផ្លូវធំទល់មុខសួនច្បារមាត់ទន្លេពិសេសនៅក្បែរទីតាំងគោលអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋជាច្រើនទៀតជាមួយនឹងការបងរំលោះ 0% ទិញដីចំការខ្នោការ៉ុតពីគម្រោងរីយ៉ាត់ហ្វាមទទួលបានការមើលថែទាំតាមស្តង់ដារកសិកម្មទំនើបធានាលើទីផ្សារនាំចេញចំណេញប្រាក់3ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំរយៈពេល10ឆ្នាំពេញម៉ាកាឡែនបន្ថែមចំនួនអកម្មដើម្បីបង្កើនទ្រព្យឲ្យសកម្មជីវភាពធូរធារគ្រួសាររស់នៅបានសុខស្រួលសាលារៀនដារុលគូអានឯកទេសអប់រំប្រកបដោយគុណភាពផ្នែកជំនាញភាសាអារ៉ាប់ទន្ទឹងចាំមាត់និងកសាងធនធានមនុស្សឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ